الاهلاويه كمان لو هنروح بقى اللي مشرفنا مختلف الالعاب ولاعبنا احمد ياسر حسني لاعب فريق التنس الارضي بالنادي الاهلي ومنتخب مصر فاز ببطوله افريقيا هنا لفردي الناشئين تحت 16 سنه واللي اقيمت في تونس وتوج هنا بالمركز الاول ميداليه ذهبيه بعد فوزه على زميله برضه في الاهلي مصطفى هشام سيف الدين في المباراه النهائيه ده كان بالامس وحاجه اكيد محترمه واحمد كان ليه تصريح قال انا فخور بالتتويج باللقب القاري في منافسات فردي الناشئين وانه بيهدي الانجاز ده لزملائه في النادي الاهلي ومنتخب مصر وكذلك كمان الجهاز الفني اللي تواجد مع البعثه في تونس وقال انه بيطمح لحصد المزيد من البطولات خلال الفتره المقبله وانه هو هيبذل قصارى جهده من اجل الظهور بشكل جيد. مبروك بجد حاجه مشرفه جدا وده اللي احنا برضه متوقعينه من لعبتنا في الاهلي.